لماذا غابت أم الألعاب عن المشاركة في هذه النسخة من دورة الألعاب الآسيوية؟ وأيضا لماذا نكرر في كل مشاركة نفس الأخطاء؟ الآن نسمع حديث من الأستاذ عبد الفتاح، يعني قال نسخة الزوجات والأبناء. أخي أحمد، خلينا نقول السؤال على النحو التالي: لماذا غابت بعض الألعاب التي ممكن تحقق نتائج بدل الألعاب دي اللي هي ألعاب الظل أنا أسميها باحترامي لكل المسميات لها؟ يعني احنا مشاركين بألعاب أول مرة نسمعها: الوشو، المبارزة، القوس والسهم، الرماية. هذه ألعاب باحترامي لازم تكون لها معسكرات وفنيين، مش أي واحد يجي يدرب هذه الأشياء. تقنيات الأدوات حقها مختلفة. هذه مهمة جدا. هذه بدل الألعاب دي ليش ما يشاركوا بالجمباز؟ السباح مختار فينه؟ هذا يوم، هذه بطولة، هذه فرصة له. فين السباح مختار؟ اليمني. فين ألعاب القوى غابت فعلا؟ اليعري مصاب، الله يديه الصحة والعافية. ما فيش غير يعني واحد يعني يمثل، ما فيش غير يمثل هذه الرياضة؟ اليمني. ها؟ يعني معنا لاعب فقط إن مرض خلاص يعني؟ يعني مشكلة دي. طيب أبناء اللي في اليمن داخل، طب اللجنة الأولمبية عندها برامج الواعدين، تعطينا لاعب من الواعدين حق ألعاب القوى أكثر من 50 سنة أو 15 سنة تصرف فلوس، لم يظهر لنا لاعب واعد من داخل الوطن. كذا نقول ها وسافر. مليان المركز في دمار ومليان المركز في صنعاء، ولو في دورت في محافظة حضرموت هتحصل في سيئون. فين الكاراتيه غابت؟ فين الفروسية اللي احنا معروفين اليمنيين؟ الدراجات. هذا التساؤل اللي لازم يسألوه. لكن الطاولة ما قدرش أقول اللاعب عمر كذا، الله يديه الصحة، لاعب كابتن وبطل فعلا حقيقي، بس السلة دور، يظل السلة دور. يعني عيال الوحيد اللي فاز هو الكابتن عمر. أنا أقول لك يعني فازوا في على الهند وانخسروا من تاجكستان. يعني لاعب مميز رغم عمر سنه. طيب فين علي غصروف اللي حقق ميدالية فضية الوحيد في البطولة اللي راحت؟ طيب ليش ما يكون موجود؟ في ألعاب كثيرة. التساؤل هنا لماذا أقحفوا اللاعبين دولة اللجنة الأولمبية؟ أنا طيب سؤال أخير، سؤال أخير، يعني صراحة كلامه كان في الصميم. من كان قريب من اللجنة الأولمبية أخير. تفضل. سؤال أخير: الخلل من الاتحادات أم من الوزارة أم من اللجنة الأولمبية؟ والله باحترامي الاتحادات على اللجنة الأولمبية في ظل دولة كلهم ما شاء الله، كلهم كل واحد حسب ولاءه وقربه من الأمين عام اللجنة الأولمبية. اللي قربه ولاء على الأمين اللجنة الأولمبية هو يمشي. غير ذلك لا. دي الحقيقة من زمان معروف الكلام ده، مش من الآن. أنت قريب من اللجنة الأولمبية ومن الأخ الأمين العام، راضي عليك حتمشي. لأن بدليل أن الألعاب اللي تشوفها أنت ألعاب كلها تعبانة. يمكن المصارعة والطاولة والمصارعة والملاكمة. معنا حكم، معنا حكم في الجمباز صلاح جعفر نور، معنا كابتن صالح. يعني صالح غريب انه ما فيش معنا لاعب في الجمباز. هل تتخيل انه يحكم في كذا بطولات دولية ولا متواجد في دورة الألعاب الآسيوية ولا يستعان، ولا يستعان فقط اطلاقا في الرياضة؟ ولا في، ومعنا لاعبين كاراتيه مميزين، عبد العزيز الوصابي كان قبل فترة في صنعاء، هل قالوا لنا شفنا لاعبين من المغتربين برا حتى ولا يكلموا احد؟ معنا ألعاب القوى كابتن بدر صالح، أنا وعصام المرعي وفلان، هل قالوا لهم استعينوا ببعض اللاعبين أعملوا للأخوان المغتربين بطولات وندعمكم؟ ما في ذا الكلام. لا من الداخل ولا من الخارج يا أستاذ أحمد. أنا أتمنى من اللجنة الأمية يكون عندها مكتب اسمه استشاري فني من مستويات عالية، كل العالم عاملين كذا مكاتب استشارة فنية.